من يتصور منكم أن الله يبدل سمعه ويكون بصره؟ طيب أن يبدل الله سمعه علمه، طيب أن يبدل الله علمه فيجعله حياته، ما يستمر، لا يمكن. هل يمكن تبديل في هذه الصفات؟ هذه هي الصفات. طيب هل يمكن أن يبدل الله الصفات؟ لا. طيب هل يمكن أن يبدل الله القرآن؟ نعم يبدله، لأن هذا الكلام عبر عن مرة بأنه من التوراة سرياني أو الإنجيل أو عربي القرآن. وكذلك طلبه الناس، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدل، قال ما أستطيع أن أبدله من تلقاء نفسي، كما في سورة يونس، أنا لا الذي أبدله، الذي يبدله يبدله الله، الذي ينسخه هو الله، الذي يزيله وينقصه هو الله، لست أنا، الذي يحوله ويصيره إلى نور يجعله نورا هو الله، لست أنا. طيب هل هذه الأفعال واقعة في القرآن؟ نعم. إذن القرآن ليس صفة لله عز وجل لوقوع هذه الأفعال عليه، وصفات الله لا تقع عليها الأفعال. وبهذا يتبين لنا أن القرآن أحدثه الله وأوجده الله وخلقه الله، أوقع عليه هي أفعاله سبحانه وتعالى.